وكأن الزمن توقف هنا، فمطعم همادايا الياباني تديره العائلة نفسها منذ عام 1912. المكان الذي عرف سابقا لفتيات الجيشة تحول اليوم مؤسسة حقيقية، فبعدما تراجع العام الماضي منح اليوم 3 نجوم من سلسلة ميشلان العالمية، وهو نادي المطاعم الذي لا يعد إلا 14 عضوا في طوكيو. أنا أشعر بالفرح أكثر من ضغط العمل، لأن ميشلان أعطتنا هذه الثقة، فالزبائن يأتون ويتوقعون منا الكمال لأننا حصلنا على النجوم 3، ولا نريد أن نخيب آمالهم. هنا يقدم مطبخ كيسيكي المواكب لفن الطبخ الغربي، أما تقنية التحضير فهي ثمرة تقليد طويل يمازج بين فن الطبخ وطريقة التقديم. المعرفة يتم تناقلها هنا، لكن من جيل إلى جيل يحتاج الزبون إلى بعض التغيير، وعلينا أن نتأقلم مع هذا. ولهذه الخدمة الرفيعة المستوى سعرها الخاص جدا، والذي يراوح بين 300 و600 يورو للشخص الواحد على العشاء، وهو سعر يجعل من رواد المكان سواء من رجال الأعمال أو من عائلات مرموقة تحتفل بمناسبات معينة. بالنسبة لي النوعية والمذاق لا يعلى عليهما، كل شيء رائع هنا. ويبقى حلم مالكة همادية أن يحافظ مطعمها على نجومه 3 في ميلاده المئوي بعد سنتين.